السلام عليكم الاخوان عشاق الحداد، ما شاء الله بياسات عندهم 20 يوم. السلام عليكم خويا ياسين، بخير؟ غفلناك اخويا، قلت لي داروا عليك ضجه البارح على هذاك الطويه، ما شاء الله الله يسخر المولى. هذا الشيء اللي كاين، بغيت تقدم تحيه للاخوان السلاويين ولد بو غابة اللي دوش معاه البارح رئيس الجمعية، تحية ليه. ما شاء الله الاخوان صدير ديال هذا المولوع الصغير. السلام عليكم الاخوان عشاق الحداد، ما شاء الله بياسات عندهم 20 يوم كيف ما كتشوفوا معايا. جدور هادو باينين، جدور باينين، جدورهم مرقد زوين. شمن مرقد؟ المرقد ديالهم اخويا واحد المعمورة، وقيلة واحد خنيفرة على ما اظن، هذوك اللي فيها شو غير معمورة، الاخر دار خنيفرة. هذا الاخوان معمورة وهذا ديال خنيفرة. بالنسبة للثمن شحال كتلف فيهم؟ الثمن اخويا كنقول 130 درهم في الواحد. 130 درهم في الواحد، بدو كيخرجوا الكلام. خارجين الكلام ياك. عندك شي حاجه اخرى من غير هذا الشيء؟ كاين هذاك، كاين هذاك الجويجه ديال الساتيني راهي تحت، وكاين الاخوان هذ الجويجه ديال الساتيني ما شاء الله. هادو فيتين مفرخين؟ فيتين مفرخين كوبل هادو. كوبل. بالنسبه للثمن؟ الثمن كنقول اخويا 400 درهم. 400 درهم، الدكاير هو اللي الفوق لا؟ الدكاير هو اللي الفوق. كاين هاد النشوة ديال الكارغا راهي تاير، هو الجديد اللي يخدم مع موقنيرة، نشوة صغيرة. لا هي كورغلية. هي زوينة اللي يخدم مع موقنيرة واجدة. الثمن ديالها؟ الثمن ديالها 80 درهم، ثمن زوين آخر ثمن. النميرة ديالك لو؟ 06 91 91 29 29 44 84. النميره ديال الاخ هي هذه، اللي بغى شي حاجه الاخوان مرحبا والف مرحبا. عشاق الحداد ما شاء الله الاخوان. السلام عليكم خويا عز الدين، بخير؟ الله يبارك. هاني قول لي يا خويا، هذا الاصل ديالو ولد ولا جدر؟ هذا خويا الاصل ديالو كان ولد، بحال قلت نصاص. نصاص صحيح، ما مكملش. عنده 3 سنين دابا. المرقد ديالو منين؟ ما نكذبش عليك، ما ياك انت شاري؟ ما عقلتش، ما نكذبش عليك ما عقلتش. اخوان الطير يعني خارج الكلام ما شاء الله. بالنسبه للثمن ديالو شحال كتلف فيه؟ خويا كتلف فيه 400 درهم. 400 درهم، والثمن دائما يعني كنقولوا قابل للمفاوضه. يعني اي شي حاجه، ما هو الله يتيسهل اكثر، اصلا هي ضر ما شاء الله. دابا الفرح كتكون حاطه في الدار ما كيكونش داصه، ما كتخرجوش بزاف. مرحبا. النميره ديالك اخويا عز الدين؟ 06 66 45 79 75 05. اخوان اللي بغى الحداد يتواصل مع مولاه، ومازال ان شاء الله نشدو اللي بغى يتكلم دابا. وتحياتي للجميع.
خويا حسن، السلام عليكم. كيدير بخير؟ هاني الجمال تبارك الله. الاصل ديالو خويا، الاصل ديالو قرع ديال شهر 8. بالنسبه خويا الكلام، كلام مالاغا. اه قول لي، حافظ على مالاغا؟ اكيد غادي يكون حافظ على الشريط. وكيضرب اخويا شي حاجه في مالاغا؟ راه فيه كلام، الا كيتكلم عندي بالدار كيضربني شي. فيه حبيبي. يعني وبالنسبه للعيب؟ ما سمعتش فيه العيب، ما كذبش على اخويا. طير باقي القمقم ديالو كحل، المنقار ديالو كحل، ورجلين سبحان الله بقاو مشكين. سبحان الله، شي سبحان الله العظيم. زوين اخويا، والله الا زوين. من قطعت خو حق قال بحالك شدي شي خو ياك، الله يسخر المولى جاب داك. بالنسبه للثمن ديالو خويا شحال كتطلب فيه؟ 600 درهم. عندك شي طويره اخرى من غير هذا؟ جدر هو هذا. جدر بلدي ما شاء الله. شحال عنده خويا الجدير؟ عنده تقريبا طالع عام. عام؟ الثمن ديالو؟ الثمن ديالو تنقول 500 البيع هو 400. 400 درهم؟ والله الثمن ديال الدراهم. مرحبا والف مرحبا. خارج الكلام حسن. والله انا كنتكلم معاك. وقلتي لي عندي شي ميسو ياك من غيرها. ميسو بغيتش غيتكلم اخويا حسن. مرحبا. ميسو مالاغا الاخوان. ديال الاخ حسن. بالنسبه خويا للثمن ديالو خويا حسن؟ الثمن ديالو خويا غادي يسالو 900 و 500. 900 درهم كيبقى ب 800 درهم. عندو 6 شهور باقي صغير. يعني اللي خداه غادي يبقى يكمل لي كلامه. مالاغا راه معروفه. مازال غنشدو ان شاء الله الكسوه ديالو. ممكن نشوفوا الكسوه ديالو؟ مرحبا. ما شاء الله الجمال اخويا حسن. غير واحد المساله اخويا اللي خداه يحاول انه يعني يديروا في قفيز عريض عريض على هذا. سبحان الله العظيم، انا اللي الشوفه ديالي بان لي واحد الصفوريه ديال المقنين. الله يرضي عليك، الشوفه ديالك هي الشوفه ديالي. سبحان الله العظيم. شنو واحد صفرين يعني السوريا جايبهم جون صفرين سبحان الله. اللي كيكونوا في جناوح ديال المقنين ديال بواه ديال بواه. هادشي اللي كاين. خلي لي النميره ديالك اخويا حسن. النميره 06 51 73 94 19. تحياتي اخويا حسن. الله يكبر بك. والله يسخر لك. الله يسخر لك. مليح مليح. اليوم جيت شويه مكلف. خويا دريس السلام عليكم. خويا عزيز هضره ديال رشيد. مرحبا. ماشي ديالك ديال رشيد؟ ديال رشيد نعم. كان ديالك؟ لا ماشي واد. ماشي واد. البارح نعم. اخ رشيد السلام عليكم. وعليكم السلام. كيدير بخير؟ الله يحفظك. هذا قريه ود عام. ود عام الله خير. باقي ما الله كيقال في الكلام ديالو. بالنسبه للثمن ديالو 500 درهم. عطاونا 350 صافي. تعاود على العوده. صافي. الصوره ديالو كيدير؟ مليح. نقدروا نطلعوا عليها من الفوق؟ كلا البرد بس الشيء الجو دابا كيدير.
الصوره ديالو زوينه. ثمن الاخوان راه كيقول 500 درهم. واللي بغى يتواصل مع الاخ رشيد النميره ديالك اخويا. النميره تباع اليوم هو هذا كنت ماشي 06 62 23 72 85. السلام عليكم. السلام خويا العزيز بخير. هاني الفضيله مزيانه ولله الحمد. هذا قريع. قريع ما شاء الله. شكون الكلام فيه هذا؟ ميداني حفاظ. حفاظ على الشريط وعلى الحي؟ لا على الشريط. خارج من الكلام ده؟ خارج. بالنسبه للثمن ديالو؟ 700 درهم. 700 درهم. وهذا؟ تا هو حفاظ. قرا ود العام. تا هو خارج من الكلام. تا هو خارج من الكلام. قال لي الكحلين ديولي والغويدين تما ديولي. تما. مرحبا. بالنسبه يعني الثمن ديالو؟ نفس الثمن. نفس الثمن. اللي بغى راه نقصوا ليه شويه ماشي. عاود معايا الثمن. 700 درهم. 700 درهم. والثمن قابل يعني. قابل للتفاوض ماشي مشكل. مرحبا. النميره ديالك الاخ الكريم. خويا الواتساب 06 61. ايه 50 84 64. اللي بغى شي حاجه مرحبا. مرحبا وألف مرحبا. واحد التحيه للمشتركين ديال القناه. شي واحد اش غادي نقول السوق راه معروف كيفاش داير. حنا المواليع راهنا ضايعين. حنا ما مفاكينش. ما مفاكينش حنا حقنا ناخذو. الحق كطلبوا تبقى تابعوا باش تاخذوا. ما ضاع حق وراءه طالب. طالب. الله يرضي عليك. والله يسر الجميع. امين امين. وتحياتي لجميع المشتركين ديال القناه. شكرا مالية. شكرا جزيلا. تحياتي. اخوان بالنسبه للديور ما كاينينش اليوم. كاين عند تشاوي 40 درهم. شحال ضاربين اخويا عمران؟ يلاه شي سيمانه. سيمانه. وهادو 60 درهم. هادو مول عندهم شهر. هادو ضاربين شهر. شو هاديك اللي عندك؟ هادو راه كيبانو قدام. يا سلام. النميره ديالك اخويا عمران. النميره ديالك اخويا عمران 06 98 97 97 97 77 07. عيط لعمران. قرا ودلام اخويا عاد. كيبان لك كيدور. كيدور وسط الميت. بالنسبه للثمن ديالو شحال كتقول فيه؟ 600 درهم. الثمن الاخوان كيقول 600 درهم. قرا ودلام. كاين الحصور. النميره ديالك اخويا عزيز 06 48 48 65 30 15. ممكن نطلع لك السوا ديالو؟ ها؟ هما خصهم شويه ديال النظافه اخويا عزيز. خويا عزيز الله يسخر لك. تحياتي. السلام عليكم خويا ياسين. بخير. غفلناك اخويا. قلت لي داروا عليك ضجه البارح على هذاك الطويه. ما شاء الله. الله يسخر المولى. هذا الشيء اللي كاين. بغيت تقدم تحيه للاخوان السلاويين. ولد بوغابة اللي دوش معاه البارح رئيس الجمعية. تحية وتحية لجميع المواليع والمشاركين ديال القناة.
المشاركين ديال القناة ديال عزيز. وغادي نشدو الطوير اللي عندك. مرحبا. يلا. الطوير كيخرج بالمرة. مرحبا نفوتوها السوق على حساب الطوير ما كيتكلمش يعني مرحبا. قدام الطيور. مرحبا. هادشي اللي كاين. مرحبا. يلا مشيو اخويا. يلا مرحبا. ما شاء الله هذا شو ولا ما خويش ولا شرط سعودي ما شاء الله الاخضر بين العوقات ديالها العوقات ديال المالاقة كيخرج ديالها كل واحد كل طير وكيفاش كيجي الطريقة اللي كيجيبهم فيها الله كله والمرقد ديالها مالاقة من وراء الهذا يا رب يا اللي ما عجبوش الفرق نبيعو ليه وجهك مرحبا ولي رزقك ما قلتش عيب اخويا ياسين بالمستوى ماي مراد ما والو الله فيك كيف كنت الله في الحنا في هذا الشيء اللي كاين اخويا ياسين تحياتي اخويا كنشكروك مرحبا تحياتي الله يحفظك الله يسخر لك اخويا مرحبا هذا كيخرج بالملاقه هذا ما شاء الله سمعتش البيبان الاولي نديرولو على بقى كنا كنتصوروا فيه ليه كتجيبوا هنا كت الله يسخر لك اخويا ياسين امين يا رب ما شاء الله الاخوان طوير في المستوى كسيوه زوينه الجمال قرا ولا جدر اخويا هذا جدر في 4 سنين جدر 4 سنين ما شاء الله وعاقله بالنسبه للكلام ديالو كيدير لا مويدان يا اخويا بالطبيعه كلام ديالو مرتب ها كلام زوين تبارك الله اللي بغى راه ندير ليه فيديو ديالو طير الصيل تبارك الله راهيش ما تنساش ليه الماء اه يلا عطيه الماء ياك مرحبا عطيه الماء اللي يكون عطشان وهادي الطيره ما يصبرش الماء بالنسبه خويا الثمن ديالو الثمن كنقول 700 700 ما عمرو خدم لا عمرو ما خدم واحد الصوره سبحان الله العظيم زيتوني ما شاء الله النميره ديالك اخويا اللي بغى يتواصل معاك 06 24 19 66 70 شكرا خويا الله يسخر لك تحياتي
شاء الله الاخوان جدير ديال هذا المولوع الصغير. السلام عليكم، كي داير؟ بخير. هاني كي داير مع الولاعه؟ لاباس الحمد لله ما شاء الله. هذا الشيء اللي كاين، ولكن بصراحه هاد الطويرات يعني اللي كتجيب دائما للسوق في المستوى، اول مره كنشدوه وكتدخل القناه تبارك الله. الطوير هذا يعني مطلعوا على يديك. هذا جدر؟ ثلاث سنين. جدر عنده ثلاث سنين وفي حصيره صغار ما شاء الله ما شاء الله. ماشي شحال اللي كاين كنقولوا ميدي الطير شي تسند له. بالنسبه للطويره الاخوه راه شديناها البارح وعيطوا لي يعني شي وحدين خارجين كازا ويعني باش يصيفطوا لهم، ولكن الوليد ما عندوش لاكارت ناسيونال. من الاحسن قال بانه الطير اللي بغاه يكون يعني في كازا، وانا قلت لي يعني اللي بغاه مرحبا والف مرحبا، راه نتوسط لي انا اي واحد بغاه يتواصل معاه، غنخلي ليه النميره ديالي يعيط ليا ونصيفطوا ليه ماشي مشكل، بشرط انه يتفاهم معاه في الثمن. بالنسبه للنميره ديالك اخويا، النميره ديالك 06 07 73 66 20 83 وانا مرحبا. اخوان الطويره في كلام، مازال نشدو ان شاء الله، مازال باقي مخبي كلام. مدي الطير شي تسند له. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الله ما شاء الله. بالنسبة للثمن ديالو شحال كتقول فيه؟ 1000 درهم. 1000 درهم. شحال عنده دابا؟ 3 سنين. عمرو خدم لا مع الكنار؟ مع الكنار. ما شاء الله جدا. خويا المرضي بخير. هاني الله يحفظك الله يكبر فيك. ما شاء الله ما شاء الله. باقي القمقوم ديالو كامل كحل، النص ديالو ما شاء الله. ما شاء الله قرع حفاضة. بالنسبة للثمن ديالو سي عبد العالي شحال كطلب فيه؟ الثمن اخويا كنقول يعني اللي بغى راه نصوبو مع شويه نحطو مع 1000 درهم. اللي بغى دير مع الثمن زوين. على حساب تجي عليا نجري حدا ما كاين لا سوق لا والو. اييه الله يصوب. امين اخويا. الله يصوب. النميره ديالك سي عبد العالي؟ 07 04 34 37 93 34. شكرا خويا وتحياتي، مازال نشدو الطوير. السيوه ديالو ما شاء الله الاخوان زيتوني. وي رقم قوم ديالو باقي كحل. كيفرفر بالجني وحاد ديالو. كيفرفر بالجني وحاد ديالو. من الطير حار. كاين طوير اللي كاين وسط موالا. كاين شي واجه. كاين شي واجه. هذا واحد اخر يبيعهم بالكورة. يبيعهم بالذكر واحد اخر ما يخافش الله يخليك. نتاوي نتاوي. نتاوي شحال داير لهم؟ 1000 ريال 2000 درهم اخويا. وطكية؟ طوير 150. طوير طوير تبارك الله. ما كايناش المقنين والو. كنا نتاوي الخلوية. الخلوية الله مشدودة هي اللي كاينة دابا.
الله يسخر لك الله يبارك خويا. ما شاء الله قلت لي هذا جدر ياك عامين جدر شحال عنده عامين في شي كلام يلا خير رحيم كانت البداله بالنسبه للثمن ديالو 500 درهم. خصو شي خفيه تعرض من هذا النميره ديالك اخويا 06 32 32 12 42 58. الله يسخر ليك اخويا.